السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فرح يتحول إلى مأتم وزفة إلى القبر، فالشرقية مصرع عروس وشقيق العريس وابنة خالته أثناء توجههم للكوافير بالإسماعيلية. العريس: اشتريت ب 5000 جنيه شماريخ عشان أفرح وزفيت عروس تالي مثواها الأخير شهد طريق. القصاصين: الزقازيق الزراعة أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية. حادثا مأساويا حول فرحا إلى مأتم إثر تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل بالطريق خلال ذهاب عروسة إلى الكوافير بصحبة شقيق العريس وأبنه خالته أثناء ركوبها الدراجة النارية قادمين من منطقة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، فطريقهم إلى مدينة التل الكبير بالإسماعيلية للكوافير لتجهيز العروسة لحفل زفافها الذا كان مقرر له أمس، لكن سرعان ما تحول العزاء على مأتم وتحولت كوشة العروسة والمكان الذا كان منتظر فيه أن ترقص العروسة بصحبة عريسها إلى نفس المكان الذي تمت الصلاة فيه عليها لتزف بعدها إلى قبرها، وسادت حالة من الذهول لأسرة العريس والعروسة. البداية عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية اختارا من العميد أحمد مراد مأمور مركز شرطة القصاصين يفيد بتصادم موتوسيكل يقوده شاب ويركب خلفه بنتين اصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضار من الخلف بعد أن سقط قفص خضار من السيارة ربع نقل أمام قائد الدراجة النارية فلم يستطع التحكم في الدراجة واصطدم بالسيارة الربع نقل ولقوا مصرعهم في الحال بطريق القصاصين الزقازيق الزراعة أمام عزبة البغادة دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركز وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وقال مصدر أمن إن المتوفين الثلاثة كانوا على متن دراجة نارية فطريقهم إلى مدينة التل الكبير للكوافير، حيث كان من المقرر إقامة حفل زفاف العروسة أمس بمدينة الصالحية الجديدة، ووقع الحادث أمام عزبة البغادة. فالقصاصين الجديدة والمتوفيون هم أسماء محمد ناجا 23 عاما مقيمة بالصالحية الجديدة في الشرقية، وها عروسة وابنة خالة العريس هاجر توفيق إبراهيم 23 عاما مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس محمد فتح إبراهيم 22 عاما مقيم أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى التل الكبير، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثامين مساء أمس، وتم دفن جثمان العروسة بمحل إقامتها بمنطقة الصالحية الجديدة، وتم دفن جثمان شقيق العريس بمدينة فاقوس بالشرقية، كما تم دفن جثمان أبنه خالة العريس بمدينة فايد بالإسماعيلية. وقال محمود فتح إبراهيم العريس إنه يعيش في حالة ذهول منذ تلقى خبر وفاة عروسته أثناء ذهابها للكوافير، مشيرا إلى أنه مؤمن ولديه قوة تحمل وصبر، لكن منذ وقوع الحادث وحتى الآن يرى كأنه في حلم بعد أن فقد عروسته وشقيقه وابنه خالته في حادث خلال ذهابهم للكوافير. وأضاف العريس لام: اليوم السابع العروسة كانت تقول لا قبل ذهابها للكوافير، فأوخر كلمات وداع بينهم لو حصل حاجة مش تنسانا لأن بحبك جدا وأنتظر اللحظة اللي دخل فيها عش الزوجية معا، مؤكدا أنها كانت إنسانة طيبة للغاية. وتابع العريس: أنا أحب عروستا منذ قرابة 7 أعوام، وكنا نحلم باللحظة التي سوف نتزوج فيها، واستمر حلم الزواج حتى أقبلت على خطبتها منذ 4 أشهر، وتم تحديد حفل الزفاف أمس، مشيرا إلى أنه كان نفسه يفرح يوم زفافه، وقام بشراء شماريخ ب5000 جنيه لإشعالها خلال حفل الزفاف، لكن شاءت الأقدار أن أزف عروستا إلى قبرها. وقال محمد الناجى والد العروسة إنه يحتسب أبنته من الشهداء فقد زفت إلى قبرها بدلا من أن تزف إلى شقتها، مشيرا إلى أنه لديه ولدين وبنت والعروسة ها أكبرهم وفرحته التي لم تكتمل، مؤكدا أنه صابر ومحتسب بعد أن تحول حفل زفافها إلى مأتم.
وقال أحمد شقيق العروسة إنه لا يصدق ما حدث ويعيش في حالة ذهول، مشيرا إلى أنه علم بوفاة شقيقته بعد أن اتصل بها للاطمئنان والتأكد من وصولها إلى الكوافير، لكنه فوجئ بأن يرد على هاتفها شخص آخر يخبره بأنه شقيقته عملت حادثة. على الفور أبلغ والده وتحركوا إلى موقع الحادث، وهناك كانت الفاجعة بعد شاهدوا العروسة وشقيق العريس وابنة خالة العريس وقد لقوا مصرعهم جميعا في الحادث. وأضاف شقيق العروسة أنه عندما أخبر صاحبة الكوافير بالحادث انهارت وقالت له أن العروسة كانت فرحانة للغاية أن حفل زفافها اليوم، وكانت تحب عريسها وكانت أمنيتها أن تتزوجه، لكن شاءت الأقدار أن نزفها لقبرها.